المطعم كتير حلو ما؟ ياش؟ ايه طبعا. ايه تمام. ايه سمير شوفي. الو ياش، شو وينك انت؟ ليش رحت بدون ما تخبرني؟ بدك شي؟ لا ما بدي شي، بس شيفالي رح يجنني يا رجل. صاير عم تجيب لي اكل كل يوم وما بعرف ليش. تجبرني اني اكله غصبا عني. رجع بسرعه. ملكي انا وانت بنطلع بنتغدى سوا اليوم. اي وليش زعلان؟ هذا دلال، هلا صار عندك حدا يقعد معك ويهتم فيك، ها؟ ليش بدك يعني؟ اسمعني عن جد عم بحكي معك. اللي انت وين هلا؟ بصراحه انا رح اتغدى بالفندق اليوم. العائله كلها مجتمعه هنيك، عمتي دقت لي وقالت لي اني اجي اتغدى معهم. وانت اعتبر حالك قاعد مع عائلتك. الو على فكره هي الشغله ما بتضحك. طيب انا بعتذر. ليك شو بدي اسالك، نيها رجعت شي؟ طلعت مستعجله من شوي وما قالت شو هو السبب. بركي صاير مع شي. ما انا هي هي مشكلتي معك، انا رفيقك بتطنشني بس بتسال عليها. سمير لا تحكي هيك، هي قبل ما تطلع بشوي كانت عم تبكي ومتوتره، لهيك انا قلقان عليها كتير. اللي رجعت ولا شو؟ ما بعرف شي، خلص بس ترجع انا بخبرك. طيب ماشي، وانا ما رح اتاخر. ماشي باي. ياش. اهلين ياش، تفضل. قلت لك الشغل ما بيخلص ابدا. ايه معك حق، بس نحنا لازم نجتمع دائما ما هيك؟ يعني المفروض تخصص وقت لعائلتك صح؟